السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع أهل القرآن. في هذه الحلقة نستضيف برعما من براعم القرآن الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو اسمك؟ علي عوادة. علي عوادة، أمتى بديت بتحفظ القرآن الكريم؟ كل يوم. كل يوم. قبل قديش اجيت لهي المؤسسة وانتميت لها؟ زمان. زمان قديش تقريبا؟ سنة أكثر. سنة. تعرفت على رفقات هون؟ نعم. مين أقرب رفقاتك هون إلك؟ علي ملاح. كمان حافظ للقرآن؟ طيب أنت حافظ أو قارئ؟ حافظ. شو حفظت؟ الطارق. سورة الطارق تقرأ؟ تفضل اقرأنا يا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. أحسنت على هذه القراءة الجميلة. أنت بالمدرسة؟ نعم. أي صف؟ ثالث. ثالث. كيف درجاتك؟ هيك وهيك؟ رياضيات قديش؟ كتير. منيح ولا مش منيح؟ منيح. والإنجليزي؟ شوي. ليه؟ طيب هلا انت يعني ناوي انه تكمل حفظ القرآن الكريم كله؟ نعم. مين هون عم يدرسك وكيف تحفظ يوميا؟ اوقات انا بحفظ لحالي وبس لصلي اوقات بحفظ. طيب شوي. هون بيعطوكم قديش واجب انه بتحفظ القرآن؟ صفحة، سورة صغيرة ولا شو؟ صفحة. صفحة يوميا؟ طيب انت بتحفظ منيح ولا هيك وهيك؟ منيح. منيح. والمراجعة؟ ايه. كمان هن بيراجعونكم ولا شو؟ لا هن بيراجعونا، بيضلوا يراجعونا. طيب يعني عندكم يوم الحفظ ويوم مراجعة ولا شو؟ لا يوم حفظ اليوم مراجعة. نفس اليوم يعني حفظ ومراجعة؟ ايه. طيب هلا اذا اجى الشتاء وصار دوام كيف يعني؟ يعني راح توقفوا هون المؤسسة ولا راح تجوها بالعطلة ولا شو؟ لا موقفه. بتوقفوا يعني بس بالعطلة الصيفية بتحفظ القرآن؟ ايه. طيب هلا انت من بيتكم بس انت حاف يعني عم تدخل هاي المؤسسة القرآنية ولا في اخوتك معك عم يدخلوا؟ لا اخوتي. طيب شو حافظين اخوتك؟ كتير من القرآن الكريم. طيب رفقاتك اللي بالمدرسة عم بتقلن انه بيجي لهون بيدرسوا القرآن ويحفظوا القرآن؟ واجوا ولا؟ اجا واحد. وطيب والباقين؟ لا. لا. طيب هلا انت ببيتكم امك وبيك شجعوك انه تحفظ القرآن الكريم وعملوا يساعدوك ولا شو؟ لا ما بيساعدوا، انا بقرا لحالي. انت بتحفظ؟ بس هن يقولوا لك برافو. طيب شو بتسمعنا غير هاي السورة اللي قريتها؟ ضحى. ضحى، يلا بنسمع منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى،
سوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. يسلموا كتير لإلك حبيب قلبي، وإن شاء الله بنجي على الجيد تاني بنلقاك حافظ أكثر من 10 أجزاء من القرآن الكريم. يسلموا كتير لإلك. شكرا. على أمل أن نلتقيكم مشاهدينا الكرام في حلقة قادمة من برنامج مع أهل القرآن. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.